كنقدم لكم غيتا بنت اختي، 5 سنوات من مدينة وزان، وتربت على حب الوطن من صغرها. مع ابو زوغ فجر يوم جديد، التحدي هذه المرة كان مختلف ومن نوع اخر، الوصول الى اخر نقطة جنوب الصحراء المغربية واللي قليل من الناس تمكنوا يوصلوا لها، ماشي حين صعيبة ولكن لان هذه القطعة من الارض ما زالت مجهولة وما سمعنا بها حتى لهذه بضع سنوات بسبب الاستفزازات المستمرة لدولة الوهم واعداء الوطن. خفافيش الظلام اللي همهم هو اعاقة نمو وتطور شعبنا حتى ولو كان يسير ببطء، ولكن مشوار الالف ميل كيبدا بخطوة، والحمد لله اميال عديدة قطعناها بكل اصرار وثقة بالتبوريشة وبالرجولة. غنوريكم كيفاش دايره هاد الطريق من الداخلة حتى القرقرات. بطبيعة الحال ما غاديش نخليكم تملوا، انا وياسين غادي نونسوكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتشوفوا مرايا هادي البلاكة الشهيرة عند الرون بوين ديال 40، كمفترق طرق ما بين اذا باغي تكمل لو غيست ديال الصحراء المغربية واذا باغي تبركي للداخلة. الوغ اليوم حنايا حنا ساكنين دابا بيتين في الداخلة، غادي نمشيو للقرقرات، النقطة اللي دائما كنت كنحلم انني باغي نوصل لها. كما كتشوفوها هما المسافات اللي باقي لينا، هما مورانا. اليوم غادي تكون عندي لوكازيون انني نعبر على التمسك ديالي بمغربية الصحراء والوحدة الترابية والاعتزاز ديالنا بالمغربية ديالنا، انا والاصدقاء ديالي اترافيغ اكثر من 300 كيلومتر. اليوم غادي نمشيو نقولوا ان الصحراء مغربية من قلب القرقرات. على مسافة 330 كيلومتر انطلاقا من هذه النقطة الكيلومترية 40، غادي نكتشفوا الطريق اللي هي بنسبة كبيرة ساحلية موازاة مع الساحل الاطلسي واللي كتدل على جساعات مغربنا. فيلاج العرقوب واشباب سكن عسكرية، تحية لجنودنا البواسل حماة صحرائنا من اي خطر. مغربنا زوين ياك، نا نو سوم او ميليو دو نول بار، ما عرفناش هاد الطريق شناهي، ولكن هادشي داير بحال تكساس. واخا مبقاو هنايا باركين شحال، ياسين هو كيتكسل. كيتكسل ياسين؟ فوالا غادي نكملو ابارامون اقرب بلاصة، قالوا لنا واحد البلاكة اقرب نقطة ديال الوقود هي بعيدة بين 30 كيلومتر. جوبونس كو لو بروشان فيلاج هو بيركندوز، ما عمرني تا هو ما شفتو، ولكن تبعوا معايا وان شاء الله غادي نكتشفوا كلشي اونصوم. يلا فعلى عكس ما يعتقده البعض، فالطريق الى القرقرات دوازة فيها سيارات من موريتانيا الشقيقة، حافلات مسافرين وخصوصا شاحنات نقل بضائع، الكل كيتنقل بكل حرية وامان. السي سعد اهلا. الطريق الى القرقرات، شنو الطبيعة ديالك على الطريق؟ شنو الاحساس ديالك؟ المغرب ديالنا، المغرب ديالنا كبير تبارك الله، وهي الطريق ما نقولكش متعبة باسكو يلاه داخل القرقرات تقريبا شي 340 كيلومتر، ولكن اكثر كاع من 340 360، ولكن اللي كيسخسخ هو لا طائر يطير ولا كائن يسير. هذه هي بون، باقي ما وصلناش لبيركندوز، دابا راه عاطي الكيلومتراج تقريبا شي 130 كيلومتر اللي باقي للقرقرات، ولكن الحمد لله نحن في عطله، نحن نستمتع، مغربنا زوين وجينا باش حتى حنايا نشموا ريحه الصحراء المغربيه ونحسوا بفخر، فخر انتماء. نتمنى حتى نتوما عبر هذا الفيديو حتى نتوما تكونوا حسيتوا بنفس الاحساس اللي حسيت به انا والاصدقاء ديالي. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. احنا وصلنا للمركز ديال بيركندوز، دا سونتر اللي هو كان اول فيلاج اللي تلاقينا صراحه من مور العرقوب داخل العرقوب،
بيرغندو. كما كتشوفوا ها هي القشله ديال الوقايه المدنيه، وها هي عاوتاني لا بريغاد ديال الجوندام ديور ديال السكنه راهما كاينين هكا. يلا نكملوا نشوفوا شنو كيتسنانا مازال. هبوب الرياح القويه شرقا وغربا كيستدعي واحد الصرامه في القياده وتركيز عالي، لان الطريق الخليفه هي سيف ذو حدين، وفي اي لحظه تراخي ممكن الثمن يكون باهظ. ايضا منظر الجمال سارحه في الطريق كيعطيها صبغه 100% صحراويه. قالت لنا 14 كيلومتر على الكركارات، واحد المنظر اللي دائما كنتلاقاو هنا في الطريق توترون ديال الطريق ديال الصحراء، هو هذا المنظر ديال لي بنو. لي بنو كياكلوا العصا بزاف في الطريق، هادو سيغتو لي بنو ديال لي كاميون صافي كيمشيو كيلحقوا. المهم قعدنا 14 كيلومتر، يلا يلا ما بقينا والو. ومع اقترابنا من الهدف الحلم اصبح اخيرا حقيقه. القرقرات واخيرا ياسين نغني صوت الحسن ضروري اخي، وصلنا للحدود ما نغني انا غنبدا لك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا ارض بلادي ارضك صبحت حره، مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء، مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. الله 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 الله. القرقرات ديما مغرب، ديما مغرب، جينا القرقرات حدود المغرب، الحدود حدود الحدود الجنوبية ديال المغرب اللي خطينا بلادنا. فإذا كنت مغربي حر فمستحيل أنك ما غاديش تحس بالأدرينالين كيجري في الشرايين ديالك. الأعلام المغربية يمينا ويسارا، قرية صغيرة بها موريتانيين ومغاربة، مقاهي، محطات وقود، وأيضا أكشاك صغيرة على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الموريتانية، إنه مركز القرقرات. وما غاديش نفوت الفرصة للإشادة بالصديق ياسين اللي كان ليا خير سند منذ الانطلاق من مدينة الجديدة، واللي غنقومو معاه بالحوار الآتي. سياسين 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 عافاك دقيقة، أنا عارف بأنه نجم مشهور ومشهور بزاف. سياسين اليوم حتى أنتيا وصلتي لهذا المعبر الحدودي ديال الكركارات. تي بو مو ديكخيغ، ممكن تشرح لي؟ والله العظيم إلى أكثر من رائع. تبوريشة سير واحد وصل المناطق الجنوبيه موصي ضروري باش يوصل لهنا باش يحس نفس الاحساس، باسكو بزاف واحد تبوريشه والله العظيم اللي كتشدك من رجلك. تحياتي لكم. شحال تبر ديال السياسيين؟ تبر ديال ناضيه ودمت دائما متالق. ما يمكنش دائما خاصك تجيب الجديد. دمت دائما متالق متالق. تحياتي لكم كاملين. الله يحفظك. وصراحه ما عرفتش واش هاد التبوريشه بسبب حب الوطن ولا سبب ديال جديده. المهم معبر القرقرات مؤمن بخطوط وطنية عبر حافلات نقل وأيضا تاكسيات كتربطو بمدينة الداخلة. طبيعة الحال ما كانش ممكن فوت الفرصة للتعبير عن حبي الفريق الأول من المغرب الوداد البيضاوي، وأيضا إرسال بعض الإهداءات من عين المكان لأفراد العائلة والأصدقاء. فوالا وصلنا اخيرا لاخر نقطه في المغرب ديالنا الحبيب من الجنوب، اخر نقطه في الصحراء المغربيه معبر القرقرات واللي هي لي فرونتيير ما بين المغرب وموريتانيا. احساس فريمون جميل، اننا ملي وصلنا لهنايا كانوا بحال دي فريسون، كتحس بالتبوريشه
وهذيك التوريشه كتدل على فخر الانتماء وعلى ان يعني المغربي الحر ضروري ما يمكنش انه يفرط في اي شبر من التراب الوطني. الهدف اللي كان هذا الرحله كاع كاملها الحمد لله انا حققته و جو سوي تري كونطون باسكو قدرت انني يعني نوصل للغايه ديالي وانني نقرب الجمهور ديالي اللي مالوغوزمون باقي ما كثرش ولكن كنتمنى انه ان شاء الله يكثر ويتزاد. دونك المعبر الحدودي لكركارات. خلاصة القول كانت رحله جميله وتجربه رائعه. بالنسبه لي هذا الفيديو غيبقى احسن واحد خدمته لانني خدمته بقلبي وبجوارحي، وخلال رحله العوده غنرجعوا من نفس الطريق اللي جينا منها وغنختموا نهارنا في شاطئ بورتوريكو اللي غنضرب لكم موعد معاه في فلوق قادم ان شاء الله. كتسناوني نقول لكم الخاتمه ياك هي الاولى، فاحنا بعدا عجبنا الحال ولكن نتوما شنو بان لكم؟